برنامجنا بطفولتنا حتما يكتب. برنامجنا فيه سؤال فيه جواب، برنامجنا يفتح للمرح الأبواب، برنامجنا يجدو أملا بجناح نجاح قد وصل، أفكارا نتغذى فيه نلقاكم فعلا قد كمل، برنامجنا فيه للأطفال خطاب. برنامجنا بجوابك تحظى بهدية، برنامجنا فيه أهداف وقضية، شاركنا فيه وتواصل بالود حتما نتعامل، يجمعنا حب وحنان في هذا طبعا نتكامل، برنامجنا من شاشة بث ذهبية. سعيد أول مرة أشوف سندباد هيك يفكر، لما طب ما سلم علينا شنو المشكلة؟ ما تعرف كلامك صحيح، شوفه يروح ويرجع يروح ويرجع، يقول لك يصير مثلا عنده امتحان وهو ما قارب، ليش ايش قال؟ هاي ما تصير، لأن سندباد شاطر ودائما يطلع الأول على الصف. زين احتمال احتمال يريد مساعدة بموضوع معين ويعرف هو كل الزين ان المساعدة بين الاصدقاء شيء واجب ولازم تسوي. زين اقول لك حزين، اي شوف احسن شيء نسأله وهو راح يقول لنا شنو الموضوع، لانه اذا بقينا نباوع عليه يروح ويرجع يروح ويرجع راح ندوخ اثنين ادنى. صح صح. سندباد 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 شلونك سندباد؟ شكله ما اعرف. شو خلينا نقوم؟ شو الموضوع؟ قوم قوم خشوف قوم. تعال شو قوم خشوف. سندباد. ها ها. سندباد شنو الموضوع؟ سندباد. صدق كذي؟ ما يصير هيك. صار لنا ساعة نصيح لك يا معود سندباد سندباد. شوف لا تقول لنا شلونكم؟ لا تسلم علينا أول ما جيت، شنو الموضوع؟ أعتذر. بس أول شيء السلام عليكم هسه. عليكم السلام ورحمة الله. شلونكم شلون زينين؟ بخير. الحمد لله. هاي. تعال حسين تعال خلينا نقخ شنو نفتيهم الموضوع شنو ما قال لنا شو اسمه نفتيهم شنو. تعال قلت تعال سندباد. نعم. سوالفنا الموضوع شنو على مود نشوف اذا نقدر نساعدك. اي تمام. انا اليوم صار وياي شيء انا كلش ضوجني. شنو هو؟
اليوم شفت احد اصدقائي اي ضايج وقاعد يسولف على اهله بطريقه كلش مو حلوه. يسولف على اهله؟ اي يعني شلون شلون؟ اي كمل. انا قلت خله راح اساله زين، فاني سالته زين، جاوب الجواب يعني اصلا صدمني. شنو الجواب؟ طلع هو عصبي وضايج وما ادري شنو من اهله بسبب انهم طلبوا منه انه يعوف اللعب ويروح يقرا. ها شنو؟ شنو؟ لا ما يصير هيك. تقول حزين زين، انا عندي راي اخر. قول. شنو رايكم نطلب من عم ابو عبد الله زين يقول للشيخ عباس زين يجينا شهر الاصدقاء ويحدثنا عن اهميه بر واحترام الوالدين؟ والله خوش فكرة. خوش فكرة. صحيح خوش فكرة. والله انا اتفق بهاي الفكرة. تمام، لا عش تقولون لو هسه نروح نشوف رايه. يلا خلينا نشوف رايه. خلينا نشوفه. يلا بس شنو، اكيد عم ابو عبد الله، اكيد عم ابو عبد الله راح يلقاه النحل طبعا، ولا شيخ عباس لازم يشوف لنا حل هذا الموضوع. اكيد. ليش؟ لانه لازم نعرف احنا، مو صحيح؟ صح صح. يلا خلينا نشوف عم ابو عبد الله ايش راح يقول. خلينا نشوف. طبعا انا دا اشوف واسمع الشباب بحديقه الاصدقاء ايش قرروا، بس سهله سهله. اقول لكم شباب يعني انتم مو خليتوا الحل يمي؟ اي ان شاء الله محلوله. يلا يلا فيكم خير وتدللون ان شاء الله. وانا اقول لاطفالنا الحلوين انه احنا ان شاء الله راح نسلط الموضوع خصوصا اهميه الوالدين بحياتنا، وروح الشيخ عباس هم نطلب من عنده يجي ويسوي لنا الجلسة ويسلط الضوء بشكل دقيق، بعد يعني أفضل من عندنا. لكن شو أقول؟ أقول قبل ما نطرح هذا الموضوع ونروح لفقراتنا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودائما نلتقي إحنا وياكم من خلال برنامجكم برنامج عمو فرحان، والذي يأتيكم في تمام الساعة 4 عصرا طبعا ساعة بث مباشر على يا قناة كربلاء الفضائية، يا أيام جمعة وسبت والاثنين والثلاثاء، وإن شاء الله إحنا وياكم مستمرين في تقديم أحلى الفقرات لكم. وخلي نشوف صديقنا مهدي شنو عندنا اليوم. سلام عليكم وليدي مهدي. عليكم السلام والرحمة والبركات عمو عبد الله، مساك الله بالخير والبركة. الله بالخير. شكرا والعافية. شكرا جزيلا، وكذلك مساكم الله بالخيرات والبركة، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا وأخوتنا وأحبتنا متابعي برنامج عمو فرحان، حياكم الله وبياكم بهذه الحلقة الجميلة والممتعة والمختلفة والمسلية إن شاء الله تعالى. والحين مجيء شيخ عباس بيودي أن أقترح عليكم اقتراح، والاقتراح أنا متأكد 100% راح يعجبكم. انا اقترح عليكم ببدايه حلقتنا هذا لهذا اليوم، خلينا نتبرك واياكم بالسلام على مولانا صاحب العصر والزمان الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. خلينا نسمع انا وياكم هذه الانشوده الجميله اللي تحمل عنوان سلام يا مهدي. زماني محبوبي، إمام زماني معشوقي، إمام زماني محبوبي. دنيا يدون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود عطر الورود، من قلبي سلام. دنيا يدون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود يا عطر الورود، من قلبي
قلبي سلام. سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي يا علي صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي. متى يا مولانا ترانا تلقانا. متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا. في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا. لنا قم وعد لنا متى يا مولانا ترانا تلقانا. متى يا مولانا سيد الجمعة خذنا قربانا. في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا. سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي بيا علي صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلاً أخوي حزين. إيش بيك؟ إيش بيك ضايج وزعلان ومقهور وصاير عصبي؟ شو الموضوع فهمني؟ طبعاً طبعاً أنا عصبي. ليش؟ لأن أنت أخوي وعزيز علي وما تهتم مصلحتي وما تريدني أطور روح بالرسم. أني؟ إي. لا. زين فهمني شلون؟ أنا اليوم محضر أقلامي مال التلوين الخاصات بيه. زين. زين. وحاطهن على الميز بالبيت. خوش. وقلت لما اطلع اخذهن وياي. لحد الان كلامك صحيح ومنطقي. اروح للميز والقاهن ما هنه. منو ماخذهن؟ منو غيرك مثلا يعني؟ هاني؟ اي اكيد انت. فهمت. شنو؟ شوف طبعا انت صار عندك سوء فهم. اي؟ وخل اقول لك اني ليش ايش سويت؟ طبعا انا ماخذهن. خلنا نفتهم شنو اول شيء سوء فهم وبعدين شنو؟ سوء فهم يعني اشتباه. هيك ايه. شوف حزين ايه. انا من طلعت وجاي لحديقه الاصدقاء شفت اوراقك والوانك زين تمام زين. قلت انا شنو ماخذ مالات وياي؟ ايه. قلت خاف اخوي حزين ينسى مالت الورقه والاقلام التلوين وينحرم من الفقره. فش قلت انا؟ ايه. قلت اخذين وياي زين وخليهن على الميز اللي بحديقه الاصدقاء. من تجي الفقره نقعد نرسم وما ننحرم من عندها. وهذا النيتشا موجودات هناك على الميز. انا اسف كنت شاقه وياك. شاقه وياك. شوف تظلمتني. لا انا اشكرك لان جبت الواني وياك. ما معقوله حزين يعني اني ما اريد اشجعك على مو تطلع من عندك موهبه جدا جميله بالرسم. الله يديك. لا تدلر صراحه. انا اشكرك. يا حزين يعني هاي الموضوع سهل. زين. بس شنو انا اطلب من عندك طلب؟ ايه. لسي الظن بيها بعد مره ثانيه. ماشي. زين هسه الفقره مال القلم السحري. فقرة القلم السحري اليوم راح نتعلم فيها كيفية رسم القطة. خش نروح سوا نرسمها بحديقة الأصدقاء. يلا يلا تعالوا ويانا. الآن مع القلم السحري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الأطفال.
كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ ها؟ أنتم بخير، الحمد لله. أنا القلم السحري يا أحبتي، ووظيفتي هي أن أرسم لكم أشكالاً جميلة ومختلفة. ما الهدف؟ الهدف منها أن نتعلم كيف نرسم وكيف نبدأ بالخطوات الأولى للرسم. ورسمتنا لهذا اليوم أعزائي الأطفال هي القطة. هيا بنا لنبدأ. احضروا قلماً وورقةً وأقلام تلوين. والآن هل أنتم مستعدون؟ لا أسمع، هل أنتم مستعدون؟ آها، إذن فلنبدأ على بركة الله. أصدقائي الأطفال، اكتملت رسمة القطة الجميلة لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد تعلمتم كيفية رسم القطة أحبتي الصغار. وأمنياتي لكم بمستقبل فني باهر إن شاء الله. إلى اللقاء أحبتي في حلقة قادمة مع رسمة ملونة جميلة ومع القلم السحري. مع السلامة. سندباد مو قلقتني هسه جاي اقرا بالمجله هذه وابوع لك انت مو من الموضوع اصلا عود هديت لك مجله وقلت لك اقربيها بس لا بعدك جاي تفكر بشلون صديقه كان يحاجي والديه بطريقه مو حلوه اي والله صديقي لحد الان بهذا الموضوع اي وكل ما اتذكر هذا الموضوع اضج بالزايد لان ها صديقي ما قدر النعمه اللي هي العده صح. اللي هي الوالدين صح وبعد يعني شلون اقول لك انه ما اعرف يتصرف بالموضوع هذا بالفعل. زين وبس هاي سوى بعد شغله ثانيه وهي اللي هي فضل اللعب على الدراسه اوف وكذلك قلت لهم صيح على والدي ايه؟ بعد اوف 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 بصراحه انا ما الومك انه انت مشغول بهذا التفكير ومستغرب ومتعجب من تصرف صديقك باعتبار هذا التصرف خاطئ جدا والله سبحانه وتعالى ونبينا الاكرم وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم يعني ما يرضون بهذا التصرف بالتالي والدينا علينا ان نحترمهم وانجلهم ولهم تقدير خاص ومحبه خاصه صح. وكل شيء يقولون لنا اياه لازم احنا نمشي به باعتبار هم اولا خبرتهم بالحياه اكثر من عندنا هم يدون مصلحتنا بالتالي من جاي منعونه من شغله هي احنا ما ندري بها تضرنا هم يدرون تضرنا لازم شنو نسمع كلامهم
اخوهم مو نصيح عليهم ونحكي وياهم بطريقه مو حلوه ويعني تنقص من قيمتهم. اخو هذا ما يصير. صح. انا بصراحه يعني جدا جدا ضايج من تصرف صديقك، ولكن يعني بالمناسبه يعني لازم احنا ننبهه، قد يكون ما منتبه كذا، فلازم احنا شنو ننبهه، انا وياك وشيخ عباس مثلا. شيخ عباس من يحضر شارع الاصدقاء احنا راح نركز وياه بهذا الموضوع ونقول له ويتحدث لنا عن الطرق الحلوه اللي نتعامل وياها مع ابوينا امنا وابونا واللي هم دائما يتعبون ويانا بحياتنا اليوميه، مو صح لو لا؟ اكيد صحيح. عاست ايدك يا صديقي سندباد. هسه ايدك تاخذ فاصل، وحتى بعد الفاصل تقرا هاي المجله اللي اعطيتك اياها. تمام. انا ابي احد الناس ترى اعطيتك اياها هديه هسه. عشير طبعا. اذا مشاهدينا الاكارم حياكم الله، وخلينا نشوف فاصل جديد وحلو وبعدها راجعين لكم ان شاء الله. الان مع صور اصدقاء البرنامج. طبعاً بداية أرحب بالشيخ عباس الكربلائي واللي طبعاً راح يسلط الضوء على أهمية وجود الوالدين في حياتنا، هاي أولاً. نعم. ثانياً أيضاً راح يسلط الضوء. نعم. على شنو؟ على شنو؟ شلون أطفالنا الحلوين يلتزمون ويحترمون الوالدين. أحسنت. شو تقول شيخ عباس؟ فاسك. فالبداية من يمك. أحسن. طيب الله فاسك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. طبعا الموضوع أبو عبد الله جدا مهم، هذا الموضوع في البداية إن احترام الوالدين من الأمور التي أوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الدور الكبير على الوالدين في تربية الأطفال. هذا موضوع همته جدا مهم. أولا الأب أو الأم محاسبين يوم القيامة على تربية هذا الطفل. ليش؟ لأن هذا الطفل عندما يولد وينشأ في بيئة
هذه النشأة لا يعرف ما هو الصحيح وما هو الخطأ. فلا بد من الأب، لا بد من الأم ماذا؟ أن يرشدوهم إلى الطريق الصحيح. سنت. كثير من الآباء أنا أشاهدهم يوفر الطعام، يوفر الشراب، يوفر الملبس، يوفر السكن، هذا شيء جيد وهذا شيء مطلوب، ولكن لم يجلس مع أولاده، ما يشوف هو ما هي مطلباته، مع من يتكلم، مع من يمشي، مع هذا الوقت الذي يتفرغ إليه أين يقضي هذا الوقت؟ فلا بد على أولياء الأمور أن يركزوا على هذا الموضوع، أن عندما يذهبون إلى أولادهم يشاهدونهم ينموا الطاقات التي عندهم. مرات عند الطفل تكون طاقة أو موهبة، هذه الموهبة أنا أنميها. مثلا واحد يحب الرسم، أنا أشجعه على الرسم. واحد مثلا يحب أن يكون مثلا لاعب كرة قدم، أشجع هذه الموهبة. الرياضة مهمة، الرياضة مهمة صح. أحسن، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هناك قولا له يقول علموا أولادكم ثلاثة خصال، ما هي يا رسول الله؟ قال ركوب الخيل والسباحة والرماية. واحد عنده موهبة أن يتعلم السباحة، أنا أذهب وأعلمه وأثقفه. هذا جانب. الجانب الآخر إذا تكلم به هو أن يعلموهم أمور دينهم، لأن كذلك هناك قولا لرسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال. نعم. ما هي هاي الخصال؟ أولها قال حب نبيكم. أكيد. هذا الطفل عندما ينشأ، عندما ينشأ على رسول الله صلى الله عليه وآله، ينشأ على أحاديث أهل البيت عليهم السلام، يكون له في قلبه بذرة جدا جميلة في حب رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ماذا قال؟ وعلموهم حب أهل بيته، أهل البيت عليهم السلام، حب الإمام الحسين، حب الإمام زين العابدين صلوات الله تعالى عليه، حب أمير المؤمنين عليه السلام، وعلموهم ماذا؟ قراءة القرآن. سن. هذا من الأمور كذلك المهمة. نعم. ولكن عندما هذا الطفل أنا ما أجي أعلمه مباشرة، يعني عندما يبلغ وينشأ ما أكمش الرسالة العملية مع سيد أخوي وأبدأها من المقدمات لحد الآخر أحكام الصيد، لا هذا مو صحيح. أأتيه بالبداية، الإسلام ما بنى على هكذا. الإسلام الذي نحن عليه أول ما بدأ بالتدريب، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يبعث إلى الإسلام ماذا قال؟ أول ما بدأ الله سبحانه وتعالى قال انذر عشيرتك والأقربين. من هما؟ أهل بيتك، السيدة خديجة، أبو طالب عليه السلام، عشيرتك، أولاد عمك، هؤلاء بلغهم بالرسالة. هذا وين؟ بالمرتبة الأولى. بعدين شوية بدأ قال انذر القرية التي أنت ساكن بها، مكة المكرمة، انذرهم وبلغهم بالرسالة العملية. المرحلة الأخيرة قال لا، الآن بشر الأمة جميعا، أي شخص في هذا الكوكب عليك أن ترشده إلى الطريق الصحيح. الإسلام بنا هكذا. الطفل كذلك عندما يأتي، عندما يدخل إلى الإسلام، يجب عليه أن ماذا؟ أن يبدأ شيئا بعد شيء. أن أحد العلماء في قم المقدسة لما كان هذا العالم جالس، دخل عليه رجل مسيحي مو من الإسلام، لما دخل قال له أنا إذا أكون مسلما حالي من حالكم شو أسوي؟ العالم قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال له أشهد أن محمد رسول الله، شهد. قال له هسه أنت أصبحت مسلم. قال له من أصبحت مسلم ماذا أصنع؟ قال له اذهب مع المسلمين، أكل من أكلهم، اشرب مع شرابهم، تعامل مع بيعهم والشراء، وأنت حال حالك المسلمين. يقول لما خرج هذا المسيحي، المشايخ الذي كانوا جالسين عند هذا العالم قالوا له أنت قصرت، لابد أن تعلمه الرسالة العملية، أن تعلمه الحلال من الحرام. العالم قال لهم هذا إذا أعلمه من الآن الحلال مع الحرام ينفر من الإسلام، ما يتقبل الإسلام. لابد أن يأتي شيئا بعد شيء، عندما يتعامل مع الناس، عندما يسمع كلام الناس، يشارك في أمور المسلمين، ذلك الوقت يتعلم. أنا أسألكم سؤال. أي تفضل. هذا الطفل عندما ينشأ أول شيء يتعلم من يتعلم؟ أكيد من الوالدين.
احسنت، من الام خصوصا والأب. خصوصا الام. الام نعم. من الام، ليش من الام؟ يعني هو يربى بحضنها، هي صحيح الاسره، فهي صحيح. فهي الاقرب، هي الاقرب من الام. الام مدرسه، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. صحيح. لان ليش كذلك حتى ان الاب عندما في الاسلام يقول بان الاب يعمل يشتغل، يجب عليه ان ياتي بلقمه العيش. صح ولا لا؟ اما الام هي الام، هي تكون ربه هذه الاسره. اكو روايه ذكرتني بها عمو ابو عبد الله ان الامام الصادق عليه السلام كان جالس في المسجد، دخل عليه شخص، لما دخل هذا الشخص رسول الله عفوا الامام الصادق عليه السلام عرف هو ماذا على شنو جاي. نعم. اجى هذا الرجل قال له يا ابن رسول الله انا عندي طفل ولدي، هذا الولد انا من هسه اعلمه على الدين. نعم. من هسه اعلمه على الطريق الصحيح. الامام قال له قد عمره؟ شوف الامام قال له قد عمره؟ قال له هو بعده في بطن امه، بعده ما مولود. بلي. قال له تاخرت. بعده ما مولود شلون تاخر؟ قال لا لازم تاتي الي حتى اختال لك من هي امه، لان الام هي المدرسه. صحيح. الام هي التي تربي. صحيح. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المسلمين وان يثبتنا على ولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، وذلك فضل الصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. احسنت شيخ. بارك الله فيكم. احسنتم، بارك الله فيكم. طبعا الشكر والتقدير لكم جميعا لمشاركتكم بهذه الجلسه الحلوه واللطيفه والمتواضعه، كذلك الشكر والتقدير لصديقنا سندباد اللي هو بصراحه ذكرنا بموضوعنا لهذا اليوم. نعم. لان هو نقل لي انه هو سامع صديقه وهو يتعامل مع والدينا بطريقه كلش مو حلوه وباسلوب كلش مو حلو، فلذلك هذه هي اليوم رساله لكل الاحبه الاطفال اللي يشاهدونا حتى الكبار، لازم علينا دائما نحترم امنا وابونا ودائما نسمع كلامهم، ويا رب ان شاء الله دائما تكونون انتم وياهم بالف الف خير يا رب العالمين. شنو تحب تقول عمو ابو عبد الله؟ انا اريد يعني اوجه اطفالنا الحلوين. نعم. هسه هم دا يشوفونا ويسمعونا. اطفالنا، انت من تجي للدنيا يشتروا لك الملابس والاكل والشرب والدراسة، وإذا تتمرض يوديك للطبيب، هذا كله يعني أقل شيء هو الشكر لهم. شلون نشكرهم؟ من خلال الاحترام والتقدير والحرص والمساعدة للأم والأب. لذلك الشكر خصوصا الشكر يصير من تنجحون. أنتوا صيروا فالحين بالدراسة همات وحبابين بالمدرسة وبالشارع وكل مكان، هنا هاي أجمل مكافأة للوالدين، وإحنا نقول إن شاء الله كلكم حبابين وطيبين وشطار. وهسا وين نروح يا صديقنا مهدي؟ عمو أبو عبد الله اقترح نروح أنا وياكم بفاصل كلش حلو زين، وبعدها إن شاء الله تعالى نستكمل بقية فقراتنا إن شاء الله. إن شاء الله. يلا زقانا شطار، فاصل وراجع لكم إن شاء الله. بالحجاب أصون نفسي وأرضي ربي، حجابي عزتي وشرفي. لحواء يحل ارتداء الحجاب، بهاء لها في ربيع الشباب، رداء الإباء يصون النساء، رداء الإباء يصون النساء، كما بتاج العفاف هدى ترتقين، وكالبدر أنت به تستعين. بليل الزمان أمان أمان، بليل الزمان أمان أمان، وإشراق وعي يزيح الضباب، لحواء يحل ارتداء الحجاب، بهاء لها في ربيع الشباب.
فخر النساء البتول اقتدي وعن نهجها قط لا تبعدي بفخر النساء البتول اقتدي وعن نهجها قط لا تبعدي حياة سدى بدون الهدى حياة سدى بدون الهدى وكوني كزينبها والربا لحواء يحلو ارتداء الحجاب. أمو عبد الله شنو الموضوع؟ شنو مهدي؟ هسه اضحك علي. العفو مو اضحك عليك بس اضحك على التصرف اللي انت بيه هسه. شنو لازم الموبايل وتحكي ورا روحك وتبتسم وحتى تخاطب الموبايل؟ شنو السالفة؟ هسه اقول لك شنو السالفة يا وليدي. مو داباوع صور الأطفال مشاركاتهم هنا. انت نسيت؟ نسيت انت. شنو تذكرني؟ غير احنا فقرة الحصاد. ايه صح هسه وقتها مو هاي اطفالنا دازين وبس انا ما دا اشوف زين مشو ايه فما تقرا انت اقرا اقرا بس اسالك سؤال قبل ما نقرا تفضل انا هواي والله سالوني قالوا احنا شلون نقدر ندز هيك صور تعرضوها بالحلقه سهلة انا بصراحه يعني نسيت الرقم لا ما تعرف ذاكرتي ضعيفه انا لا لا وليدي ذكرني ذكرني عمو عبد الله وذكر اصدقائنا يا الله يلا وياك انا 07718 خو 11 ايه 22 ايه 88 صح هذا الواتساب حلو يعني. زين اقدر اتصل عليه؟ اي غير مو عندنا اقدر اتصل عليه ولو بس رسائل هذا لا لا مو اذا يتصلون شو راح نشوفهم بالاتصال؟ صح احنا نريد مشاركاتهم زين مو شلون لعد واحد يقول لك انا بدي اتصل شلون؟ مو قلنا الاتصال واحد ها وهذه الفقره واحد حلو. يا عيني جميل جدا تكلمت بالاتصالات بعد شويه راح تجي الفقره مال الاتصالات يلا ها وهناك يتصل بس اعصابك بس اعصابك عمو عبد الله فضل. خلينا نفتتح اول رساله واللي تقول السلام عليكم عمو فرحان هاي اول يوم في العام الدراسي صديقتكم ريناد علي ريناد هلا بريناد حبابها يا رب ان شاء الله كل الموفقيه والنجاح لصديقتنا ريناد وهي ملتحقة بأول يوم بالعام الدراسي ويا رب إن شاء الله نتملى لها النجاح النجاح الباهر إن شاء الله بس أنا زعلان من ريناد ليش؟ أنا أقول لك ليش إيش عجب؟ مرتين تجي لهنا ايه؟ الشارع الأصدقاء ايه؟ يعني بتشي ذي بلا جابت حامض حلواية ايه؟ شوكليتاية يعني ما يصير يا ريناد غير ذكرين عمك أبو عبد الله عجايات 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 يلا مو مشكلة أبوها هو يقول لها وراح تجيب إن شاء الله ها والله يسويها على الأسد ايه؟ ابو اسمع علي الاسدي اسمع صح يا ريناد علي الاسدي ريناد علي الاسدي لا عاد يجيب ابو حباب نفتح رساله ثانيه ها ها صورتي عمو ابو عبد الله السلام عليكم كادر عمو فرحان ليث حمزه صديق البرنامج ممكن تعرضون الصوره شلون معرض الصوره انا موجود بالصوره شكرا شكرا لصديقنا الشاطر والرائع جدا تحياتنا لك ومنور منور كل شيء هواي تحياتنا لكل الاحبه الاصدقاء اللي دائما ينورونا عمو ابو عبد الله نعم هسه هاي صورة انت حاول تقرا حاول خلي اشوفها شوية قربة ولو احنا ما ننصح نقرب الموبايل دائما على عينك لا يعني هاي السلام عليكم برنامج عمو فرحان صح شوف هاي شوف. هذا واحد دي يتصل من هسه لا واحنا قلنا ما يصير اي فقرة خاصة بس الاتصالات عندنا راح تزعلونا لا 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 تزعلون مش ما تزعلون ازعل يعني انا لا 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 من اقول ما يصير هيك يا ولدي يلا اعصابك 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 السلام عليكم برنامج عمو فرحان ممكن تعرضون صورتي شهد صديقة البرنامج فهد حلوة شهد يا ما شاء الله شوفها شوفها الله الله كلش حلوة يا أخي حي الله شهد شوفوا أصدقائنا صورة حلوة و ربي يحفظكم أصدقائنا ما شاء الله يا شهودة ما شاء الله ربي يحفظكم
يا رب ان شاء الله دائما نراكم باحسن الاحوال. وهسه بما انه جاي نشوف اتصالاتكم هوايه فخلينا نعوفش الرسائل ونروح للاتصالات ويا فقره اتصل واربح. انا وياكم وعم ابو عبد الله واصدقائنا الشطار، خلينا نشوف هذه الفقره وبعدها ان شاء الله راجعكم. الان اتصل واربح. ألف الحمد لله رب العالمين دوماً. إذن أصدقائنا الشطار إحنا صرنا جاهزين لاستقبال اتصالاتكم وسماع مشاركاتكم. وأول اتصال وياك عم أبو عبد الله. السلام عليكم. جمانة سلام عليكم. جمانة حسن من بغداد. جمانة حسن من بغداد. جمانة حسن. مرحباً. من بغداد. يا صف. بالثالث. ثالث يو سادس. ثالث. 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 حرف الثاء بثلاث نقاط فوق. ثالث. ثالث. نعم. نعم. إذن. مشاركة عندي. ما شاء الله. مشاركة. فضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاً أحد. صدق الله. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم. بارك الله فيكم. طيب الله الأنفاس. شكراً جزيلاً. أسوي آخر اتصال. اتصال آخر إن شاء الله وياي. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. زهراء من بغداد. زهراء عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بزهراء. اهلا اهلا زهراء. مرحبا مرحبا بزهراء. زهراء اسم بابا شنو؟ حسين. حسين. زهراء حسين من بغداد. ما عرفنا بيا صف. انا بالثالث. بالخامس؟ ثالث. بالثالث ما شاء الله كل التوفيق. بالثالث. زين تختارين سؤال او مشاركه؟ لا مشاركه. مشاركه. يلا تفضلي وسمعينا. قال النبي محمد عليه الصلاه والسلام: ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاه. احسنت. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لزهراء ولكل الاحبه الاصدقاء. واتصال اخر. السلام عليكم. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. من وين جايه؟ رقيه. رقيه شنو؟ رقيه علي الرزاق. رقيه علي الرزاق من يا محافظه؟ كربلاء. من محافظة كربلاء. رقية عندكم مشاركة لو سؤال؟ سؤال. سؤال. شوف السؤال سوى على الشاشة. والسؤال يقول: آلة تستخدم في قياس الوقت ويوجد مني أنواع عديدة منها اليدوية والجدارية والرملية، من أنا؟ أنت مو سعيد؟ إي بس أنا قاعد أسأل السؤال. السؤال. آلة تستخدم في قياس الوقت ويوجد مني أنواع عديدة منها اليدوية والجدارية والرملية، شنو اسم هاي الآلة؟ ساعة. خلينا نشوف. ساعة. خلينا نشوف الجواب. صحيح. الجواب صحيح. إجابة صحيحة وموفقة. شكرا شكرا. اتصال وياك يا عم أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. من ويانا؟ محمد حيدر. محمد حيدر. حيدر يا محافظة. من كربلاء. من كربلاء. أهلا وسهلا. أين محمد؟ عندك مشاركة لو تريد سؤال. سؤال. سؤال بس نص التلفزيون من يمك. يلا خلي نشوف السؤال. أنا يعني مو أنا. لا السؤال لا. يقول. السؤال يقول أنا شكل هندسي أتكون من تلاقي أربعة أضلاع متساوية في الطول ومن الداخل أربعة زوايا قائمة، من أنا؟ من هو؟ مربع. مربع. خلي نشوف. شوف الإجابة لتتأكد.
صحيح. نعم. يا شاطر مرحبا. إجابة صحيحة. شكرا شكرا جزيلا لأصدقائنا الشطار اللي دائما يجاوبون إجابات صحيحة. أكيد. اتصال آخر، رقي من ديغار. سلام عليكم يا رقي. أهلا برقية، السلام عليكم. رقية؟ رقية. السلام عليكم. السلام عليكم. ماكو رقية. رقية سمعينا لو لا؟ ما تسمع يمكن. حرامات. إيه. ألو. للأسف. فقدنا اتصال برقية، إن شاء الله تعاود الاتصال وشارك ويانا. اتصال آخر، السلام عليكم. مصطفى محمد من بغداد. هلا هلا بمصطفى محمد من بغداد، حياك الله، شلونك؟ شو اخبارك؟ شاطر ومتحمس. زين يا رب ان شاء الله دائما تكون زين. مصطفى ها؟ انت بياصف انت بياصف. شوي نص التلفزيون يا مصطفى. زين يا رب ان شاء الله دائما زين. بياصف انت. صوت التلفزيون عالي مصطفى. اي صوت التلفزيون كل شيء. وهذا ياثر على الاتصال. ها مصطفى. صراحة مصطفى شكرا جزيلا، مع السلامة. اتصال آخر. اتصال آخر، السلام عليكم. رقية مالك. شلون؟ رقية مالك؟ نعم. رقية مالك من بغداد. من بغداد. رقية رقية تريدين سؤال لو مشاركة؟ سؤال. سؤال يلا خلينا نشوف السؤال. شوف السؤال على الشاشة. والسؤال يقول: أنا فاكهة أتكون من ثلاثة حروف، أبدأ بحرف العين وأنتهي بحرف الباء، من أنا؟ طيب هذا خوش فاكهة طيبة لذيذة، مرات تصير لونها أسود. العنب. مرات أخضر. العنب. خلي شوف الإجابة. شوف الإجابة. نعم نعم نعم. الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة. شكرا جزيلا. اتصال وياك يا عم أبو عبد الله. السلام عليكم. يلا يا عم ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. من ويانا؟ انوار خالي. انوار خالي. اهلا يا محافظه بصره. كل البصره بيك وباهل البصره. عندك مشاركه لو تريدين سؤال؟ مشاركه. يلا تفضل. مشاركه تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون. أحسنت. الله العظيم عظيم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ربي يحفظكم جميعا أصدقائنا الشطار. سعيد سوينا القرعة. القرعة ولو زحمة عليك. لا صديقي. الله ربي يحفظك ويبارك فيك ويحفظ جميع أصدقائنا الشطار. ونشوف منو راح يفوز. يا الله يا الله، إن شاء الله كلهم أنتم فائزين إن شاء الله أصدقائنا. والفائزة معانا منو؟ منو؟ هي هي من محافظة بغداد وجمانة حسن. ألف ألف مبارك. مبارك مبارك يا جمانة، هذا الفوز لك ولكل الأحبة الأصدقاء إن شاء الله. دائما الحظ السعيد، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى. نقول لكم مع السلامة. مع السلامة.